واحد مثلا زي الشيخ مبروك عطيه، مبروك عطيه انا شخصيا بحبه وبشوف اللي بيعمله على الشاشه، على الرغم من الناس بتحس انه يعني عارف انت بيسطح الدين قوي، الا انه بيوصل لشريحه مهمه جدا من الشعب، شريحه الراجل الطيب والست الطيبه اللي قاعد على المصطبه او اللي قاعده على الكنبه اللي عايز يفهم الدين باقل كلمه وباسلوب ساخر او باسلوب سهل نوصل له. لكن ان الشيخ مبروك عطيه يتمادى بقى في عمليه تسطيح الدين لدرجه ان بيتم تداول فيديو النهارده للشيخ مبروك عطيه وهو الاستاذ بجامعه الازهر وكان عميد كليه الدراسات الاسلاميه السابق، بيقوم يضرب واحد من المصلين في احد المساجد وهو بيدي درس، فالراجل اتكلم، اهو الفيديو قدام حضرتك، الراجل كان بيتكلم ومولانا الشيخ مبروك عطيه بيدي الدرس بتاعه، فيقوم مبروك عطيه للراجل عشان يتخانق معاه، فيسمع واحد تاني من الناحيه التانيه في المسجد بيقول له يا عم خلينا نسال، فتصرف غريب، فيقوم هو ومعاه اتنين يشيلوا الراجل من ايديه ورجليه ويرموه بره المسجد. اتفرج كده، انا عايزك تروح لي بس يا ضياء على الحته، انا عارف ان الفيديو طويل، عايزين نروح للنقطه اللي فيها مبروك عطيه بيشيل الشخص او العجوز بيرميه بره المسجد، ونسال نفسنا سؤال، احنا محتاجين نغير الدين والخطاب الديني ولا نغير الناس اللي بتتكلم باسم الدين والناس اللي اخده الدين وظيفه وشغل؟ سمعونا كده الفيديو او فرجونا عليه. تقول ايه؟ اجيلك انا، اجيلك انا بتصور، اجيلك نحط بقى الفيديو ده كده جنب الفيديوهات اللي بتطلع كل يوم، جنب التصريحات اللي بتطلع كل يوم، جنب القرارات اللي بتاخدها الاوقاف كل يوم، زي القرار بتاع امبارح بازاله التبرعات من المساجد، فتحس ان في حاجه كده في البلد او احدهم او بعضهم عايز ياثر على المواطن. الشباب بيقولوا لي معانا فيديو لمبروك عطيه، ممكن يكون حمايه يعني، اعتقد الفيديو ده لو خرج لاحد المشايخ، لحد من المشايخ بيعمل الحاجه دي كان زمان البلد اتقلبت، ويقول لك بيعتدي في المسجد ومش عارف ايه وما ينفعش وما يخليش، لكن مبروك عطيه اعتقد معاه سق غفران وهو الدفاع عن النظام المستمر. سمعونا كده مبروك عطيه. اذا اردتم الا يصيبنا الله بالغلاء فازدادوا شكرا لله على الموجود قبل ان يفنى. افرايتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا، يعني ملح مش، فلولا تشكرون؟ يخاطبنا ربنا بشكره قبل أن يجعل الماء الذي نشربه ملحا. فالزاوية اللي أضمنها برقبتي مع الاخذ بالاسباب، مع كل واحد يتكلم في مجاله، كل واحد بس يا سيدي. وده فيديو يعني تخريجه كده وحاجه لطيفه كده، اللي هو ازاي اقول ان ارتفاع الاسعار ده من الدين والناس تقبل الارتفاع. انا جاي لي الرد دلوقتي، الزملاء بعتين لي رد مبروك عطيه على الفيديو اللي حضراتكم شفتوه قبل شويه اللي بيشيل فيه المواطن بيرميه بره المسجد، فقال لك ان الموقف من 8 سنين وراجل اتكلم اثناء حديثي، فقلت له اسمع، قال لي مش هسمع، فقلت له تعالى قدامي، قال لي عشان تسمع، قال لي لا استطيع القيام، قلت له سوف احملك، خلصنا الحدوته. يعني حتى التبرير او المبرر بتاعه غير مقبول، يعني ايه اسمع غصب عنك والا هشيلك ارميك بره المسجد، وكمان حتى تشعر ان الكلام ده كذب، يعني احنا شفنا في الفيديو بيروح بنفسه وبيعتدي على الراجل وبيشيله مع واحد او اتنين عايز يرميه
بره المسجد، فالعذر اقبح من ذنب اهو. يعني بيشيله وبيوقع الراجل، والراجل كمان واضح انه حد عجوز، والناس قايمه تخلص وقايمه تحوش او تدافع عن الراجل.